شد وجذب على طاولة المباحثات وفي الغرف المغلقة لم يستطع المبعوث الأممي تبديد حالة الغموض بشأن مصيرها. بموازاة ذلك تجري تحركات بين أطراف إقليمية ودولية لبحث بدائل خاصة في ظل تمسك الوفدين المتفاوضين بشروطهما ورفض تقديم أي تنازلات. وحده المبعوث الأممي ومن معه يبحثون في فك عقدة المشاورات ويأخذونها نحو مسار جديد قد لا يتطابق مع المسار المعلن ومع الأجندة المعلنة لها، حتى بدأ أن المأساة اليمنية تصغر أمام مساعي المجتمع الدولي لتذهب محاولاته إلى شرعنة الانقلاب وليس إنهاءه، وهو ما يحمل طرفا على بلوغ غرور سياسي مثل هذا. نحن قلنا بصريح العبارة لمجلس الأمن، للدول الدائمية العضوية، لإسماعيل ولد الشيخ، للطرف السعودي قبل أن نأتي إلى الكويت، إذا كنتم ترون بأن هذه النقاط الخمس أو تنفيذ قرار مجلس الأمن يعني أن نسلم وننسحب ونذهب ننتظر السلطة الذي تقولون للتوافق، هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات. الحكومة الشرعية هي الأخرى تقاوم الضغوط الدولية وتصر على المضي في سبيل تطبيق القرارات الأممية، وتتحدث أيضا عن ضمانات، لكن شيئا من هذه الضمانات لم يوقف سيل الدماء على الأرض. يدرك العارفون بحلف ميليشيا الحوثي والمخلوع كيف أنهم يعملون على إرهاق الأطراف الأخرى ومواصلة الترتيبات من أجل التمكن على الأرض، وفي سبيل ذلك راج الاستخفاف بضوابط المشاورات والمرجعيات. لكن في أسباب السياسة الموضوعية ما يمكن أن يفسر برأي كثر، ليس فقط هذا التجرؤ بل نسف الحقائق وتصعيد العمليات على الأرض وصولا إلى مواقف بعيدة عن الواقع. ومن هذه الحقائق أنه لولا التراخي الدولي واختلال البيت الخليجي وبالتحديد دول التحالف ما كان لوفد الميليشيا أن يماطل في المشاورات ويرفض المضي فيها للشهر الثاني، فضلا عن نواياه المبيتة في سد أي تقدم في الكويت بغرض نقل المشاورات إلى السعودية التي سبق وأن طالب الرئيس المخلوع بالحوار معها وليس مع الحكومة الشرعية. في الرياض سيسمع همس لقاءات المسؤولين السعوديين مع مندوب الميليشيا تبحث ما قيل إنها إنقاذ للتفاهمات القائمة بشأن الحدود اليمنية السعودية، وبحسب ناطق الميليشيا فإن هدف الزيارة ترتيب عمل لجان التهدئة. الملاحظ وسط هذه التحركات ظهور حالة الخلاف بين الرياض والأمم المتحدة التي أدرجت التحالف في تقريرها السنوي على القائمة السوداء من حيث الانتهاكات، واستنكر المتحدث باسم التحالف التقرير واصفا إياه بالمتناقض وأنه يشتمل على معلومات أوردتها مصادر مقربة من الميليشيا. الحكومة والرئاسة اليمنية هي الأخرى قالت إن تقرير الأمم المتحدة يعزز من تعنت الانقلابيين ورسالة للميليشيات قد تفضي إلى إفشال المشاورات. الشاهد يقول بيان الحكومة إن الموقف الدولي الأخير مما حدث في تعز لم يكن عند مستوى المهمة الأخلاقية للمجتمع الدولي ويضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك.